سعيدة بأن أنا موجودة مع أستاذة فاطمة نعوت ومع المجتمع اللي أنا شايفاه ده، فأنا سعيدة بيه. أدعوكم الأول حتى قبل السلام الجمهوري نعرف دي أحداد على أرواح شهداء مصر وبعدين نستلف الصلاة إن شاء الله. اتفضلوا. ده في السير دي. نعم؟ تعالي يا استاذه كده عشان يبان مين يتوقع اللي ما يعرفش اللي ما يعرفش موقع الأسبوع ده يتوقعه في السنة مين ده؟ سميرة فستان أحلام. فستان أحلام في فيلم أم العروسة. أيوة عايزين كده هنا. طيب ده فستان الجميلة سميرة أحمد، وانتوا عارفين هي عملت معرض خيري فساتين أفلامها الخالدة العابرة للزمن في واتبرعت بكل ده في صندوق تحيا مصر. بيجي هانتو هربا وانا كان من نصيبي هذا الفستان الجميل واللي بفخر ان انا لابساه النهارده. على فكره انت ما تعرفيش يا استاذه سميره ان هم الجمهور الصالون اللي اختارك المره اللي فاتت قبل حتى موضوع المعرض الخيري، مش كده ولا ايه؟ ولا بتبلع عليك؟ مش عارفه يعني. انا اولا سعيده ان انا موجوده بينكم، لا اكيد يعني، وبتشرف بيكم. واذا قلت انا النهارده يعني سميره زي ما بتقول استاذه فاطمه، فانا بيكم. ايوه والله يعني انتوا وحشتوني، عشان كده بفكر ارجع تاني اعمل حاجه تعجبكم. يا ريت يا ريت. جدنا المصري القديم ما كانش عارف الشمس بتروح فين لما تغرب، فكان بيتصور انها تسبح في نهر السماء وتذهب الى دنيا الظلام ثم تعود في الصباح في رحلة معاكسة من الظلام الى النور. وارجع عني طالما دمعه روى كي